احنا كنا بفعالية مجتمعية بيوم حقلي لنعرف المزارعين بالمنطقة المستهدفة على واحدة من تقنيات الري السطح المطور الجديدة. هاي الحقل النموذجي اللي نحن اليوم موجودين فيه طبق تقنية الزراعة على مصاطب باستخدام آلية جديدة مطورة بتقوم بمجموعة من العمليات الزراعية بآن واحد، بتقوم بعملية فتح خطوط الري، رفع مصاطب الزراعة بالإضافة للبدار بآن واحد، بما يضمن خفض دخول المكنن الزراعي إلى الحقل قدر الإمكان. نحن اليوم عم نحكي على الري بالمصاطب، مشروع حقل صغير 5.5 دنمات. هاي الطريقة تعتمد على تخفيف من كميات البذار، توفر كميات مي بالإضافة إلى زمن السقاية والتعب والجهد على الفلاح. هذا النشاط بيندرج تحت مشروع إعادة تأهيل مكونات الأساسية لشبكات الري والصرف بمنطقة دير حافر بمحافظة حلب. عم بيتم حالياً تنفيذ التجربة ضمن 3 حقول نموذجية لمحصول القمح، وأيضاً رح يتم تنفيذها على محاصيل صيفية مثل الذرة والسمسم. كمان رح يتم دراسة الأبعاد المثلى للمصاطب والأبعاد المثلى للسطور الزراعية بحيث تحقق أفضل النتائج الممكنة.